تيكون فوال ولا شوال هو فوال إلا دوال إلا دوال طف كالقيرة مثل طف دوال ولا شو مشكلة كبيرة حاجة خفيفة جدا ولكن أول يتفرون ذوال أمشي قارن مي رحنا ذرزون في قاذي مخلفا هذا السنين نرزد في اللون أنفنو أين هدن وانشفر أين يرزن وانزيزدي أين لغن أنزيزدي أولوني لغن مزديث أولون أذ شبحا وذماوان وانشفر أين يرزن وانخض أين شرين إلى آخره المعنى الشعار الهدف ينز هو الصلح وربي ذي القراني الناد اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أكيد إنا ودينا لو تمخلف ثالا إنا كبث مخلف مصالحث وإنا دي الله ينظن والصلح خير جزء من الآية ونبي صلى الله عليه وسلم سئل إنا يسني الصحابة ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين ما كنت خبرا سوين يفن نافلة أمام رمضان أما نزالي ثمن الزكاة ننسان عام يا رسول الله إن يسخذ مثل الإصلاح مصالحة جمع التسد ويثيره لذلك مسألة الصلح وقذي فلانة يهضر ببشدر ثلا ونسم يكل خون الشيطان كل خاص الشيطان نرتمطو فيك عادي نغدا ولا كي زري ولي ويجرح حياة مثلا ومبلاش كولا ولا نتصلي ولا مجرح ولا ون اقفل العيد لان وقذي فلان سي بون خرفن العشن سن على جل حجريا ديتو تافيها إما الزعامة الكاذبة نغ الرجولة المزيفة نغ ذوال ونكون زان ثمول ثنغ ثورة والي تسويقة أوالي تهدو أوال خطير أشحان تريوني كفرن سبا ذوال أوالي روح سياغ 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 سيت مطوث رطايل سقرقا زوال طف ثفرات مطوث نغ يري مولان يرد دريان إلى آخره أي القرن مزورة أطنسيون أوال أوال يتفول يفنو يهدو أوال يتساوي شوال أوال يتساوي ثلويث أوال الزيزدية أوال سلوغو أوال يتساوي لهنا يتساوي الفتنة ذوال ذين يغدين ربي عسلمان ولا أطنسيون أوال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرع في السماء أبرين بعدين هذه الكلمة الخبيثة وكلمة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار أم بعد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سورة إبراهيم الآية 24 إلى غاية الآية 27 وربين وقولوا للناس حسنا ونبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من أشحال إجفضان يرتسد ويثيرو السبا ذا وال